البرنامج اللي احنا نزلناه. احنا طبعا عملنا فيه تعديل وان شاء الله هيبقى فيه اكتر من تعديل تاني. البرنامج اهو بالشكل ده، اول ما تفتحه هيطلب منك الاول ان انت تعرف الماده اللي انت شغال بيها. يعني انا كنت شغال على ايه، مادتين كده باي اسم. لو انت عايز تضيف ماده جديده هتقول مثلا تسميها مثلا M1، واهم حاجه تحط لها معامل عموما، احنا ما بنحتاجش حتى الان اي حاجه اكتر من كده، وتقول له اد. البرنامج بيتيح لك ان انت لو غلطت في حاجه ممكن تختارها كده تعدل وتقول له موديفاي، او لو عايز تمسح اي حاجه اختارها ودوس ديليت، هيقول لك دي هوم ديليت وتقول له ايه. بس ما ينفعش تمسح ماده وانت مستخدمها في ضلع، يعني بص الماده اللي اسمها لايت انا مستخدمها في الضلع ده، فقال لي ايه ذيس ماتيريال از يوزد باي سيكشن R1. نفس الكلام للسيكشن، برضه عايز تعرف قطاع هسميه مثلا ايه C1، برضه كل المطلوب منك مساحته مش اكتر، هتحسب مساحته بالسنتي وتكون كده مثلا، وتختار له ماتيريال وتقول له ايه تمام. ونفس الكلام عايز تعدل حاجه اختارها وعدل اللي انت عايز تعدله ودوس موديفاي، عايز تمسحها اختارها ودوس ديليت. طيب هل ممكن تمسح اي ضلع؟ لا، لو انت الضلع ده رسمت بيه حاجه في التراس برضه نفس الكلام مش هيمسحه، يعني مثلا R1 ده انا رسمت بيه كل اضلاع التراس دي، فلو جيت امسح R1 هيقول لي ايه؟ This section is used by element 1 and cannot be deleted. هتيجي على اللي بعدها هنا، انت بتعرف النقط وتوصل ما بينهم. يعني مثلا ادي اول نقطه اهي 0 0 وما عندهاش ركيزه وما عندهاش حمل. النقطه الثانيه 10 0 عندها ركيزه هنج وما عندهاش حمل. طيب خلي بالك النقطه اللي انت بتختارها هتلاقي ان هي هنا بالاحمر اهي، هيبص في كده احمر اللي جنبها سودا وكل باقي اسود. لو اخترت الثانيه هتبقى دي هي اللي باللون الاحمر والباقيين كلهم بالاسود، وهكذا عشان بس يوريك كل نقطه مكانها فين. عايز تضيف نقطة جديدة حط الإكس والواي، أو مثلا الإكس بتاعتنا وليكن مثلا ب50، الواي ب5، والركيزة نان، وعندها مثلا حمل ب10، قول له إد أهي اترسمت أهي وكتب لك عليها إن الحمل بتاعها ب10 تمام؟ رسمت النقط، آخر خطوة بقى إن أنت ترسم الأضلاع. هتيجي هنا تقول الضلع، والله الضلع ده من نقطة مثلا 1 لاخر نقطه دي كانت كام؟ كانت 11 مثلا اللي انا اخر واحده رسمتها اهي. ولازم تختار له الطاقه يا اما ده يا اما ده، وتقول له اهي رسمه. طب الضلع ده انا مش عايزه، هاجي هنا اختاره اهو. اول ما تختار الضلع هتلاقيه احمر على الرسمه اللي عندك، او لو اخترت اللي فوقيه بس ده في الاخر اهو هيحمر، وهكذا. هختار الضلع ده واقول له ديليت. الديليت والموديفاي والاد كلهم زي بعض. خلصت رسم التراس بتاعك بس كالكوليت، ولكن خلي بالك من حاجه، لو في نقطه مش متوصله باي ضلع هيقول لك خلي بالك النقطه 11 مثلا مش متوصله باي اليمنت، يبقى يا اما توصلها باضلاع يا اما لو مش عايزها خالص تمسح. طيب انا خلصت كل حاجه، انا التراس بتاعي كامل، حطيت الاحمال، هضيف بس ايه حمل كده ولا حاجه، هنا مثلا حمل 10، قول له موديفاي اهو عند النقطه دي، مثلا نقطة 4 كمان حمل 10، وأقول له موديفاي. هنا بقى في حمل وهنا حمل. خلصت دوس كالكوليت. هتلاقي أوتوماتيك حسب ونقلك على التاب اللي بعده. هنا بيعرض لك ثلاث حاجات، الرياكشن دي نقطة 2.5، يمكن بس مش باينة عشان الشاشة صغيرة شوية، كانت في الآخر هنا. ماشي مش هتبان على البروجيكتور. هنا عايز تعرف الديفليكشن في اي نقطة اختارها، هيكتب لك عليها الديفليكشن وبرضه هيخليها هنا باللون الاحمر تمام. اخر حاجة واهم حاجة الفوق الاضلاع، الضلع ده بزيرو، الضلع ده برضه بزيرو، ده في قوة 13، ده في قوة 6، وهكذا. وفي حاجة ظريفة كمان، هو بيلون لك الضلع حسب القوة اللي فيه، يعني مثلا الضلع الاولاني ده صفري فلونه باللون الاخضر، الضلع ده اللي هو رقم 3 تنشن فلونه بالازرق، وده رقم 4 كومبريشن فلونه بالايه؟ بالاحمر تمام؟ دي كده اول نسخه هنشتغل عليها من البرنامج، يعني الخطه ان شاء الله الجايه ان احنا هنزود فيها كمان بسمه الانفاس لاين،
بيطلع لك الماكسيمم فاليوز يعني على حسب ما ايه ما نشوف يعني ممكن تطلبوا حاجه ثانيه نزودها تمام. طيب ده كده بالنسبه للبرنامج اول ما بتقفله بيسيف اوتوماتيك. في بس حاجه انت بعد ما تقفل البرنامج هتلاقي ان في فايل اكسل موجوده اهي دي فيها الديسبليسمنت مثلا اهي كل نقطه والديسبليسمنت بتاعها هنا دي فيها الاليمنت دي فيها الفورسز برضو كل ضلع والفورس اللي جواه وهكذا تحس ان انت لو عايز تاخدها بالتفصيل بدل تقراها من جوه البرنامج تمام ودي البوينتس وحساسياتها وهكذا. طيب نبدا محاضره النهارده محاضره بس تقيله شويه مش تقيله ككم بس تقيله كفهم يعني. محاضرة النهارده هتكلم عن حاجتين مهمين جدا خطوط التأثير وده هيبقى مهم أكثر بالنسبة لكاتيجوري 1 والتضخيم أو الديفليكشن وده مهم أكثر بالنسبة لكاتيجوري 2. في الأول مقدمة هقول لك خطوط التأثير بسرعة طبعا هي غنية عن التعريف هوريك الفرق في الديترمنت وإن ديترمنت تراست إيه الفرق في الشبكات المحددة وغير المحددة. حاجة بقى دي اسمها أشكال القوى الداخلية القصوى أو زي ما بيسموها الماكسيمم دايجرامز. بعد كده حاجة اسمها تأثير جسائر كاميرات التحميل على شكل خطوط التأثير الكاميرا أساسا الحبل بيمشي عليها هل تفرق مع التراس ولا لأ؟ استخدامات أخرى لخطوط التأثير وبعد كده هتكلم على الديفليكشن في المحدد وغير المحدد. وآخر حاجة تأثير ديناميكية الحمل وجسائد الوصلات والطول الحقيقي للأضلاع على الديفليكشن. طيب أول حاجة خطوط التأثير اللي بنعمل بيها هي بنجيب بيها أقصى قيم للإيه؟ المؤثرات الداخلية اللي هي النورمال والشير والمومنت والرياكشن. كاميرا التحميل لها تأثير وتأثير عالي جدا وده هنشوفه دلوقتي. خطوط التأثير نفسها ممكن أجيب بيها حاجات تانية غير القوة والعزوم. إيه؟ هيبان. طيب ايه خطوط التأثير؟ هي خطوط بتوضح لك قيم مختلفة لدالة. الدالة دي ممكن تبقى رد فعل أو قوة داخلية أو عزم داخلي أو إجهاد أو تضخيم. إيه ده؟ يعني في انفصال ديفليكشن أه فيه. في انفصال ستريس أيوه فيه. تمام؟ طيب كل ده نتيجة إيه؟ نتيجة حمل بيتحرك على المنشأ. يعني أنت بتحط الحمل في كذا مكان وكل مرة أشوف تأثيره إيه على الدالة بتاعتك. ايه الهدف الرئيسي منها؟ ان هي تحدد لك اكبر واصغر قيمه للدوال دي نتيجه مجموعه من الاحمال المتحركه، الاحمال دي تبقى مركبه، تبقى حمل، تبقى حملين، تبقى موزعه، ايا كان. احنا طبعا عندنا في المسابقه زي ما قلنا قبل كده هم حملين مسافه ما بينهم 20 سم. خلي بالك من حته اكبر واصغر. مش معنى ان قلت اصغر انه مش مهم، لان اصغر دي معناها ان ممكن يبقى سالب كبير. يعني ممكن يبقى الاكبر موجب 5 والاصغر سالب 3 ده مهم وده مهم. حاجه ثانيه ممكن يبقى موجب 5 موجب 3 ومع ذلك انا ممكن اعتبره معايا لان مش دايما الرقم الصغير بيبقى سيب احيانا بيبقى الرقم الصغير خطر برضه. طب نيجي بقى لحاجه مهمه جدا المحدد وغير المحدد. دلوقتي هل طريقه رسم الانفوس لاين للدرس الديترمنت اند ديترمنت تفرق؟ لا هي هي بالظبط. طب ليه ما بناخدهاش؟ ليه ما بندرسش سنه ثانيه غير محدد؟ هو مشكلته ان حساباته كتير قوي. لان انت عشان ترسم انفوس لاين للتاس غير محدد يبقى انت مضطر تحط الحمل في كل نقطه وفي كل مره تحسب ديفليكشن عند كل نقط. يبقى التراس ده لو 7 نقط يبقى انت تحسب 49 ديفليكشن. طبعا انتوا فاكرين الديفليكشن في التراس الانديترمي كانت بتحسب ازاي؟ كنت بتعمل تكامل نورمال مع نورمال في ال عليه ايه؟ المشكلة إن النورمال ده أساسا محسوب إزاي؟ النورمال في انديترم بيتحسب إزاي؟ فيرشوال أورك. يعني أنت هتعمل فيرشوال أورك كذا مرة لكل واحدة فيهم، وبعد كده كل واحدة منهم كل حالة من الحالات أنت حليتها هتضطر تحسب لها ديفليكشن في 7 نقط، فالموضوع كبير. طبعا لو أنت بتستخدم برنامج اللي إحنا نزلناه الموضوع سهل. أنت هتحط الواحد في أول نقطة وهيجيب لك الديفليكشن في كل النقط. حطه في تاني نقطة يجيب لك كل النقط وهكذا. تمام؟ فالموضوع هيبقى أسهل بكتير. طيب النقطة بقى الصدمة. الإنفوس لاين للتراس على طول خطوط حتى لو كان انديترمنت. يعني أنت هتقرا قيم الديفليكشن في كل النقط وتوصلهم ببعض وانتهى الموضوع. النقطة بقى المهمة يمكن أنتوا عارفينها لو في جزء ديترمنت من التراس
بيبقى رسم اضلاع بتاعته عادي كانه تراست ديترمنت حتى لو التراست نفسه انديترمنت. تمام؟ زي بالظبط التراست ده، يعني التراست ده مثلا ده انديترمنت شكل اكس ده انت احنا عارفينه، الضلع ايه؟ الجزء بتاعه ده ديترمنت ولا لا؟ محدد ولا لا؟ محدد. انت لو خدت قطاع راسي يعدي نقطه ايه وخدت عزوم عند الركن اللي تحت ده مش تقدر تجيب القوه في الضلع ايه؟ فيها مشكله؟ سهل. بص بقى على الضلع دي، هل الضلع دي ينفع اجيبه ديترمنت محدد؟ لا. ليه؟ كروس الاكس. تمام؟ طيب انا عملت ايه؟ انا بسيط شديد جدا، جبت البرنامج حطيت الحمل في كل نقطه من النقط دي اهي، وقريت قيمه القوه بتاعت الضلع بي ووقعتها ووصلتهم ببعض. هل في اختلاف كبير ما بين الاف بي والاف ايه؟ لا. في الغالب هتلاقي ان انت ما عدا بس صعوبه الحسابات الموضوع هو هو، وصعوبه الحسابات دي احنا حليناها، البرنامج هيظبط لك كل حاجه. ماشي؟ يمكن بس هتلاقي الشكل انت مش متعود عليه قوي، وهتلاقي ان القيم اقل بكتير. يعني دايما قيم الانفاس لاين بتاع الاجزاء الانديترمنت سواء كاميرات او فريمز او ايا كان بتبقى اقل من الديترمنت، وده سر قوه الانديترمنت. ماشي. طيب دلوقتي هنا التراست ده انا كنت عارف شكله وابعاده وكل حاجه فرسمت له انفاس لاين. طب دلوقتي انت لسه هتعمل السيستم بتاعك ده الحمل المتحرك، هل انت عارف شكل التراست بتاعك انت هتعمله عامل ازاي؟ لا شكل ولا ابعاد ولا حتى عدد اضلاع. طب اذا كنت انت مش عارف شكل ولا ابعاد ازاي هترسم له انفاس لاين؟ هنا بقى بيجي دور حاجه اسمها الماكسيمم انترنال فورس دايجرام. مبدئيا دي بتترسم للكاميرات والفريمز بس، بس زي ما قلت في اول محاضره مدخل التراست من الكاميرا. ايه اشكال الماكسيمم دايجرامز دي؟ هي عباره عن اشكال بتوري لك اكبر قوه النورمال والشير والمومنت نتيجه مش حمل بقى، لا مجموعه من الاحمال. يعني تبقى عندك حمل حملين ثلاثه العربيه اللي انت بتشتغل بيها، يعني الحمل اللي بيتحرك بتاخدها تمشيها على الكاميرا كلها، وفي كل موضع ليها بتبدا تحسب عند كل قطاع الشير والمومنت، او بعض الاحيان بترسم الشير والمومنت لكذا مكان، تحط كل الرسومات تحت بعض وفي كل نقطه تاخد اكبر قيمه واقل قيمه طلعت من كل الرسومات. هو ده الماكسيمم دايجرام. هشوف شكله دلوقتي. ده ليه طريقتين للرسم. طريقة زي ما انا قلتها دلوقتي ان انا اقعد اعمل حالات تحميل، اقعد احط الحمل الحملين او الحملين الثلاثه او العشره في كذا مكان، وفي كل مرة أطلع أكبر وأقل قيمة للشير مومنت وأوقعهم مع بعض. طبعا ده معناه إن كل قطاع يبقى عنده قيمتين مش قيمة واحدة. في طريقة تانية باستخدام الإنفاس لاين، إن أنا أرسم الإنفاس لاين للقطاع بتاعي وزي ما عملت في سنة أولى، تاخد الحمل تحطه بحيث يديك الماكسيموم مينيمم فاليو وتوقعه عند القطاع ده وتقلب على اللي بعديه. هي يمكن بس تعيبها إن أنت بتضطر تحسب لقطاعات كتير. الهدف الاساسي من ماكسيمم دايجرام ان ده بيوريك يديك تصور مبدئي لاماكن وقيم اقصى قوه. طيب انا خدت كاميرا كده بالشكل ده باثنين كابوني، يعني نفس شكل ركائز التراس اللي احنا هنشتغل عليه. حطيت حملين بي وبي مسافه ما بينهم كذا رقم ثابت طبعا، ورسمت الماكسيمم شير دايجرام والماكسيمم بندنج مومنت دايجرام. ازاي؟ قعدت احط في كذا مكان وكل مرة أرسم رسمة الشير ورسمة المومنت، وبعد كده حطيتهم كلهم على بعض وخدت أكبر حاجة. هنا اللي بالأزرق ده أهو أكبر حاجة موجبة، واللي بالأحمر أكبر حاجة سالبة، ونفس الكلام بالنسبة للبندنج مومنت دايجرام. اللي بالأزرق ده أكبر حاجة موجبة، واللي بالأحمر فوق أكبر حاجة سالبة. طبعًا عادي جدًا يبقى في أجزاء بصفر مش مشكلة، وعادي جدًا إنك تلاقي الكبير والصغير الاثنين موجب والاثنين سالب، بس يمكن هي مش موجودة عندنا. طيب هنلاحظ كذا حاجة. أولا أنا رسم الحمل مركز ولا موزع؟ مركز. الرسم عامل إزاي؟ كأنه موزع. تمام؟ كأنه موزع، ده عادي. هي دايما رسمة الماكسيمم دايجرام بتبقى كأنها الأحمال موزعة. السبب الرئيسي إيه؟ السبب إن الحمل بيتحرك بس مش أكتر. فبدل معادلته ما تبقى بالنسبة للشيت كونستانت بتبقى لينير. وللمومنت بدل ما هي مثلا ليه بتبقى ايه؟ سكند او ثيرد ديجري. طيب بص على الرسمه بقى ونبدا نقرر على اساسها. دلوقتي
فين اكبر بندي مون دياجرام ممكن يحصل؟ في النص؟ لا، فين؟ مترحل شويه. يعني ده معناه ان ممكن الابر كورد واللور كورد اللي فيه اكبر قيمه ما يبقاش اللي في النص، يبقى الباكيه اللي جنب النص على طول. نيجي على حاجه ثانيه دلوقتي، جنب الركائز جوه الكاميرا في عدم ايه؟ موجب ولا سالب؟ اثنين، صح؟ يعني اول نقطه بعد الكاميرا اهي فيها عزم موجب وعزم سالب. ده معناه ايه؟ معناه ان الباكيه اللي هنا في التراس الابر كورد واللور كورد هيحصل لهم ايه؟ هيقلبوا قوه. يعني مره هيبقى اللي فوق شد وتحت ضغط، والمره الثانيه هيعكس. نفس الكلام، بص على الشير هنا، الشير يا اما موجب يا اما صفر، يبقى انا ضامن ان الباكيه دي هيبقى الدابنة اللي فيها لو حطيته كده دايما موجب وحطيته كده دايما سالب. لكن بص على اللي في النص هنا، ايه رايك؟ الشير ايه؟ مرة هيبقى موجب ومرة هيبقى سالب، يبقى ده معناه إن الدياجونالز اللي في نص التراس هيحصل فيها إيه؟ هتقلب قوة، مرة هتبقى موجب ومرة هتبقى سالب. تمام؟ بالنسبة للقيم، الشير الأكبر فين؟ ناحية الركائز وبيقل في النص، كويس، دي حاجة كويسة، دي حاجة هتخدمنا. خلاص؟ يبقى الشكل ده رغم إنه مرسوم للكاميرا، إن أنا بستخدمه في إن أنا أعرف الاتجاهات هتمشي ازاي؟ الشد هيبقى فين؟ الضغط هيبقى فين؟ مين هيقلب ومين مش هيقلب؟ والحاجة الثانية بتوري لك المتوقع القيم الأكبر تبقى فين؟ ماشي؟ ده في مشكلة؟ يعني هيبقى شد بعد كده ضغط. هنا المومنت كان موجب وبعد كده سالب، المومنت لو موجب يعمل شد تحت وضغط فوق، صح؟ ولو سالب يعكس. طيب ده كده بالنسبه للماكسيمم دايجرامز. في بعد كده مصطلح تسمعه كتير، حاجه اسمها ماكسيمم دايجرام، اللي معناها يعني اكبر قيمه على الرسمه دي، اكبر قيمه على رسمه الماكسيمم. نيجي بقى على نقطه مهمه جدا جدا جدا، النقطه دي كانت شغلاني من اول مسابقه، اللي هي ايه؟ هل كاميرا التحميل تفرق معايا؟ يعني دلوقتي التراس قدامك اهو، وزي ما ان شاء الله هتشوف المسابقه هنعلقه بكابلات اللي هي بالاحمر دي، وهنعلق في الكابلات دي من تحت كاميرا كده، والكاميرا دي هتمشي عليها العربيه اللي شايله الاحمال. الكاميرا دي لو كانت كاميرا مفصليه، يعني عباره عن مجموعه من الاجزاء متوصله بمفاصل عند النقط، نقط التعليق، فشكل انفصلين زي ما انت درست. المشكله ان هي في الحقيقه ما تبقاش كده، ولما هنيجي احنا نعملها ان شاء الله في التحميل مش هتبقى كده، هتبقى ايه؟ تبقى حته واحده. تبقى عباره عن بوكس سيكشن كده متخرم ومتعلق في الاحمال، يعني هتبقى كاميرا لحد ما رجل مش مفصليه. السؤال بقى المهم، هل ده يغير معاك شكل انفاس لاين؟ المشكله ان طيب نخش على اللي بعدها، هيغير كتير ولا مش كتير؟ هنشوف. اول حاجه الكاميرا دي ممكن تبقى حاجتين، ممكن تبقى مرنه ممكن تبقى جاسئه. طب مرنه يعني ايه؟ خباك مرنه مش معناها تتني في ايدك. مرنه معناها ان هي الجساءه بتاعتها بالنسبه للكابلات اللي متعلقه فيها قريبين من بعض، وده الى حد كبير هو اللي هيحصل. يعني هتبقى جساءه الكابلات قريبه شويه من جساءه الكاميرا. الكابلات اللي احنا جايبينها كابلات كده حديد قطر حوالي 5 مللي، طبعا ده رقم ضخم. تمام؟ والكاميرا نفسها عباره عن بوكس سيكشن 4 في 8، يعني الى حد ما ممكن نعتبرها مرنه. طب ايه اللي هيحصل؟ اولا اللي هيحصل شكل انفاس لاين هيتحول من خطوط لمنحنيات من الدرجه حتى الثالثه، حتى الثالثه يعني يا اولى يا ثانيه يا ثالثه. طيب ازاي بتترسم؟ بتترسم عن طريق ان انت بتجيب الكاميرا دي، لو اتكلمت على نفس الرسمه اللي فاتت اعتبرها كاميرا على 5 ركائز، وارسم الانفاس لاين لكل واحده فيهم. وبعد كده لو عايز اجيب واي اي، انفاس لاين واي اي، هرسم الانفاس لاين بتاع واي اي واخد الاحداثي في كل واحده اضربه في الرسمه المنظمه دي واجمعها. سيبك من الكلام ده، الرسمه هنا يعني الترس بتاعها اللي فوق ده الانفاس لاين بتاع اف اي، طبعا عارفينه وحافظينه، واحد عند ايه، صفر هنا وصفر هنا ووسط. هتعمل ايه؟ الخمسه اللي تحت دول هم الانفاس لاين بتاع كل نقطه من النقط دي، اللي هي الكاميرا دي. الكاميرا دي كده هنسمي دي نقطه A B C D E، ورسمت الانفاس لاين بتاع الخمس ردود افعال.
خلاص كاميرا على خمس ركائز الفصلات مش صعبه خالص. هعمل ايه بعد كده؟ هاخد القيمه اللي هنا اضربها في الرسمه الاولى والقيمه اللي هنا بالاخضر في الرسمه الثانيه والقيمه اللي هنا بالازرق في الرسمه الثالثه والرابعه اللي هي بنفسجي في الرابعه والخمسه اللي بالبني في الاخيره واجمع الخمس رسومات. هي دي طريقه رسم الانفاس لاين لو انت بتحمل على كاميرا مرنه. طيب فرقت في ايه؟ اولا في حاجه كويسه جدا، هي ما بتفرقش في القوه اللي عند الوصلات، يعني القوه اللي عند الوصلات هي هي. الفرق بس ان هي هتعمل منحنيات. بالنسبه للواي اي والواي بي مفيش فرق كويس. لكن بالنسبه لحاجه زي الاف اي لا في فرق. بص كده اللي بالاسود ده هو الانفاس لاين العادي اللي احنا كنا بنرسمه اللي هو الكاميرا المفصليه. اللي بالاحمر المنحنى اللي عليه ده هو تاثير الكاميرا المرنه اللي انا حطيتها. هل التاثير كبير؟ لا ضعيف جدا. طيب بالنسبه للاف بي لا هنا كبير بقى شويه، يعني يمكن هتلاقي ايه في اول بحرين مش فارقه قوي، لكن تعالى في البحر الثالث في فرق سنه. تمام؟ اف سي يعني التاثير برضه ضعيف شويه. تمام؟ عايز تاخدها معاك هي هتبقى في السيف، يعني انت لو خدت معاك تاثيرها انت كده دقيق اكتر وسيفتي اكتر، تمام؟ لو اهملتها ما تتوقعش ان الموضوع هيبقى كبير، ولو عايزين نضيفها في البرنامج مفيش مشكله، دي ممكن نضيفها، نخليه يحسب لك على دي وعلى دي. تمام؟ طيب ده لو كانت الكاميرا مرنه، مشكلة بقى اكبر لو كانت الكاميرا جاسئه، يعني ايه؟ يعني لو كان بدل ما نحط كابلات حديد كنت حطيت خيوط. خيوط طبعا جسائتها ايه؟ ضعيفه جدا. الكاميرا الجاسئه تعريفها يطبق انها كاميرا جسائتها قويه بالنسبه لاي حاجه ثانيه. دي بتخلي خطوط التاثير تفضل خطوط مستقيمه بس بتحولها خط واحد. يعني بيبقى المنشا كله واخد خط واحد من الاول للاخر. طيب الكاميرات دي مبدئيا انت هتاخدها سنه رابعه، يعني الكاميرات الجاسئه دي ازاي بترسم على انفاس لاين بالتفصيل؟ ان شاء الله سنه رابعه. طب انت ازاي هترسمها دلوقتي؟ اولا عشان ترسمها انت بتستخدم القانون ده بالنسبه لرد الافعال. بتقول قيمه الانفاس لاين لاي حاجه لاي رد فعل من رد افعال الخمسه واحد على ام واحد على عددهم زائد اكس ال اكس اس على سيجما اكس سكوير. اكس ال هي المسافه من اللود لغايه نص الكاميرا، اكس اس هي المسافه من الركيزه لغايه نص الكاميرا. برضه سيبنا من الكلام النظري، الرسومات اهي. هتلاقي ان رسمه انفاس لاين الواي اي قيمه عند ايه؟ مش بواحد وقيمه في الاخر وصل بينهم بخط. الواي بي نفس الكلام. الواي سي الركيزه اللي في النص بقى كلها قيمه ثابته. ليه؟ لكن يوم ما بتحمل الكاميرا في النص هي جاسئه فبيحصل لها ايه؟ تنزل كلها حته واحده، يبقى بيبقى كل ردود افعال زي بعض. الواي بي والواي اي عكس اللي في الاول. تمام؟ هتلاحظ بقى هنا حاجه غريبه جدا جدا جدا، ان عند الركايز القيم مش بصفار. لا ده في قيم فعلا. وعند الركيزه بتاعتها القيم مش بواحد. ده هيترتب عليه الاتي. اولا واي اي هتتغير شويه. لو دخلت كده هتلاقي ان في خط بالاسود وخط بالاحمر. دي اف اي ودي اف بي ودي اف سي. تمام؟ طيب طبعا في مشكله. اولا هتبقى صعب عليكم انك تسموها جدا جدا جدا. تمام؟ ثانيا هل الكاميرا اللي انا هجيبها تبقى كاميرا جاسئه؟ لا. ثالثا كده كده الكاميرا الجاسئه بتقلل لك القوه مش بتزودها، يعني بص في كل رسم الثلاثه خصوصا الثالثه هتلاقي ان لو كانت الكاميرا ريجيد فان قيمه الانفاس لاين بتقل جدا. خلاص؟ طيب انا بعرضها لك ليه؟ انا بوريك بس الفرق ما بين دي ودي. اصح حاجه تستخدمها انك تعملها كاميرا مرنه. طب لو عملتها مفصليه زي ما انت درست مفيش مشكله، كده كده الفروقات قليله. خلاص؟ طب لو عملتها كاميرا جاسئه؟ لا انت كده تعمل حاجه مش موجوده في الطبيعه. احنا مش هنجيب كاميرا جاسئه ومش عليها الحمل بتاعك. نيجي بقى لنقطه مهمه جدا. الاستخدامات الاخرى لخطوط التاثير. انت ممكن تستخدم انفاس لاين في ان انت تجمع مركبات قوه. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لما كنت بتكلم على الوصله دي
كنت بقول ان انا لما اجي ادرسها عندي سطح انفصال وعندي مجموعه قوه فوق ومجموعه قوه تحت عشان اجيب قوه النورمال بجمع مركبات الواي اللي فوق وعشان اجيب قوه الشيل بجمع مركبات الاكس للي فوق. طب السؤال هي قوه الاضلاع دي ثابته؟ لا. امال ايه؟ بتتغير على مكان الحمل. طب اعمل ايه؟ انت مش معاك الانفصلين لكل ضلع من الثلاثه اللي فوق صح؟ طب دلوقتي لو عايز اجيب القوه الراسيه اللي هي بالاحمر دي كنت بعمل ايه؟ هقول الضلع اللي في النص زائد الضلع على الشمال في ساين الزاويه زائد الضلع على اليمين في ساين الزاويه. طب الثلاثه دول مش انت لو جمعت دي مع دي مع دي يديك الانفصلين للقوه اللي بالاحمر دي صح ولا غلط؟ اكتر من كده بقى، لو انت خدت القوه دي او الانفصلين ده قسمته على المساحه اللي هتنهار اللي هي طول الوسط في سمكها بقت انفصلين لايه؟ للاجهاد صح؟ اكتر واكتر بقى لو انت جبت الانفصلين للقوه الافقيه يعني القوه الافقيه هتساوي القوه اللي على اليمين في كوزين الزاويه ناقص القوه اللي على الشمال في كوزين الزاويه وقسمتها على المساحه يبقى انت جبت الانفصلين لايه؟ للشير. طب لو الالياف مايله وعوضت في القانون بدي ودي يبقى انت جبت الانفصلين لايه؟ للقوه اتجاه الالياف. خلاص؟ يبقى انت ممكن تستخدم الانفصلين لغايه انك تجيب القوه اتجاه الالياف وعمودي عليها. ازاي؟ واحده واحده. انت معاك الانفصلين لكل ضلع، هات معادله وعوض فيها وجمع الانفصلين، بقى معاك الانفصلين الاجهاد ده والاجهاد ده. طبق معادله الاجهادات بالزاويه هتجيب الانفصلين الاجهادات في اتجاه الالياف وعمود عليها، وده المفروض ان انت تعمله. خلاص؟ ما تتكلمش على حاله واحده، تتكلم على حاجات كتير. كل واحد يقول لي طب انا عندي فكره، انا هجيب اكبر قوه راسيه وقوه الشيل اللي معاها واصمم عليها، واكبر قوه افقيه وقوه النورمال اللي معاها واصمم عليها. اقول له مش شرط تبقى دي اكبر واحده، لان ممكن قوه النص يبقى تاثيرها اعلى. ممكن لو قلل قوه النورمال شويه وقوه الشيل شويه يبقى تاثيرها اعلى من اعلى قوه نورمال لوحدها او اعلى قوه شير لوحدها. تمام؟ واضحه النقطه الاخيره دي ولا لا؟ متاكدين؟ ولا اقولها بمثال؟ هي مثال بالظبط كده زي لو انت تشتري بدله. بس البدله دي فيها حاجه غريبه. الجاكيتات باسعار والبنطلونات باسعار. تمام؟ بس طبعا البدله بتشترى حته واحده. هل شرط ان البدله اللي باغلى جاكيت او اللي باغلى بنطلون تبقى اغلى واحده؟ لا. ممكن يبقى في بدله الجاكيت بتاعها ارخص شويه من اغلى واحده والبنطلون ارخص من اغلى واحده بس المجموع اكبر. نفس الكلام هنا. تمام؟ يبقى الحل انت تجيب الانفصلين لكل واحده، تستخدم المعادله النهائيه هيديك الانفصلين للاجهاد في اتجاه الالياف. ماشي؟ ممكن يبقى صعب شويه انت اول مره تعمله، بس لما هتعمله بايدك ده الموضوع ايه؟ بسيط وممتع يعني. طب اخر حاجه في الانفصلين، بس طبعا دي بره المسابقه شويه، ممكن استخدم الانفصلين في ان انا احدد اعلى ديفليكشن. قانون الديفليكشن اهو، انت فاكره ان نود ان 1 في ال على اي، انت معاك بطلوا كلام، انت معاك الان نود اللي انت تحط الحمل عند نود، تحط الحمل اسف ان 1 انك تحط الحمل عند نود على اساس ان ده ديفليكشن، وتجيب القوه في الاضلاع. ان 1 هي الانفصلين لكل ضلع. جمعها بالقانون ده هيديك انفصلين ديفليكشن. وممكن على اساسها تعرف تحط الاحمال فين بحيث تجيب اعلى ديفليكشن. طبعا دي مش موجوده في المسابقه لان كاتيجوري 2 حمل ثابت وكاتيجوري 1 مفيش ديفليكشن. بس انا قلت ايه؟ هقولها لان مش نيجي بقى كاتيجوري 2 ركزوا معايا قوي في الحته اللي جايه تفرق معاهم جامد. الديفليكشن في التراس. ناخد الاول الان ترم تراس. دلوقتي احنا عندنا في المسابقه نقطه التحميل هي نقطه الديفليكشن. فبالتالي القانون بتاع الديفليكشن هيبقى بالشكل ده، هيبقى البي في ان 1 سكوير ال على ايه؟ تمام؟ بي ان 1 سكوير ال على ايه؟ يعني تحط الحمل عند النقطه اللي في النص، تجيب النورمال في الاضلاع كلها وتطبق القانون ده. طيب بص للقانون، القانون بيقول لك حاجه مهمه جدا جدا جدا، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الديفليكشن بتاعك هيتغير ازاي لو زودت قطاع الضلع. لو في ضلع زودت قطاعه يعني زودت المساحه
هتلاقي ان الريفليكشن قل ان هو بيتناسب مع مقلوب المساحه. دي حاجه مباشره جدا وسهله جدا. هل يفرق معايا القوه في الضله؟ لا. ليه؟ لان القوه في الضله عمرها ما هتتغير. هل قطاعات الاضلاع بتغير القوه في التراث لو كان محدد؟ لا مطلقا. احنا السنه الاولى عمرنا ما اتكلمنا على قطاعات الاضلاع. انت عندك تراث ايا كان قطاع الضلع بتاعه القوه فيه ثابته طالما محدد. تمام؟ السؤال بقى هل الكلام ده ينطبق على تنغير محدد؟ لا. ليه؟ دلوقتي في التراث غير محدد لو انت زودت قطاع ضلع هل القوه اللي فيه تتغير؟ اه ولا لا؟ اه تقل ولا تزيد؟ تقل تزيد سوري تزيد. لو زودت مقطع القوه اللي فيه هتزيد. خلاص التراث غير محدد لو زودت مقطع القوه اللي فيه هتزيد. ده جاي من فكره الستيفنس فكره يمكن عاميه شويه ان القوي بيشيل اكتر. فكل ما القطاع بتاعه يكبر هتلاقي ان القوه فيه بتزيد. طب القوه فيه بتزيد خلاص وقطاعه بيزيد هل الديفليكشن يزيد ولا يقل؟ يعني البط بيزيد والمقام بيزيد هتلاقي ان الديفليكشن بتقل. السبب الاساسي ان بقيه الاضلاع الثانيه كلها يحصل لها ايه؟ هتنقص. هو الضلع ده بيسحب القوه من اللي حواليه. تمام؟ نشوفها بالقوانين بالمعادلات. دلوقتي دلتا 1 نود هي تكامل ان نود ان 1 اللي عليه ايه؟ ودلتا 1 تكامل ان 1 سكوير اللي عليه ايه؟ واف 1 اللي هو في قوه الضلع الغير محدد ده بيساوي سالب دلتا 1 نود على دلتا 1 1. تمام؟ ان فاينل ان نود اف 1 ان 1 يعني بعد كده السطر في الاخر ده سيبك منه. بص لاخر قانون دلتا النهائيه تساوي الدلتا دي اللي هو الديترمنت ناقص دلتا 1 نود سكوير على دلتا 1 1. طبعا دلتا 1 نود سكوير موجب ودلتا 1 1 برضه موجب يبقى المقدار المطروح ده ايه؟ موجب برضه. خلاص؟ يبقى ده معناه ان انت لو زودت ضلع حولته من محدد لغير محدد فورا الديفليكشن يقل. طيب هل ده الهدف الوحيد اللي عايز اقوله؟ لا، انا في نقطه مهمه جدا عايز اوصلها لك. تتحكم ازاي في الضلع اللي اتغيره؟ يعني في التراث المحدد لو عايز اقلل الديفليكشن بمقدار كبير، مين اول ضلع غيره؟ اللي فيه ايه؟ اعلى قوه. صح؟ شد ولا ضغط ما تفرقش. طب هنا هل اعلى قوه؟ لا. لو عايز تقلل الديفليكشن قوي يبقى انت لازم تكبر البسط ده اللي هي دلتا 1 نود. دلتا 1 نود بيساوي ان نود، ان 1 ال عليه ايه؟ يبقى ده معناه ان انت لازم تلعب في الضلع اللي في رسمه ان 1 بيدي لك قوه في اضلاع كتير، اللي بيدي دلتا 1 نود كبيره قد ما تقدر. انت هتمسك التراس بتاعك هتعمل ديترمنت، هتبدا تفترض اماكن الاضلاع بتاعتك. الضلع اللي يدي لك اعلى دلتا 1 نود هو اكثر واحد هيقل لك الديفليكشن بعد كده. واضحه النقطه دي؟ كله داخل في بعضه؟ يجيبها من الاول تاني. الديفليكشن تاني النقطة دي مهمة جدا، أنا بس عايز أوريك الديترمنت مين اللي بيأثر فيه والإن ديترمنت مين اللي بيأثر فيه. في الديترمنت القانون بي سيجما إن 1 سكوير إلا عليه إيه؟ يعني كل ضلع بيأثر في الترخيم عن طريق الإن اللي فيه والأريا بتاعته. يبقى هو لو الإن اللي فيه كبيرة والإن فيه هي كبيرة يبقى هو متحكم كبير جدا في الديفليكشن. خلاص يبقى الضلع اللي فيه قوه كبيره كل ما هتزود مساحته هيفرق معاه جامد جدا غير الضلع اللي ما فيهوش قوه او القوه فيه صغيره وما تفرقش القوه شد او ضغط لان بتبقى سكوير. في حين في التراست الاندترمنت بيبقى كلام مختلف تماما. بيبقى الدلتا بتساوي الدلتا بتاع الديترمنت بتاعه ناقص دلتا 1 نوت سكوير على دلتا 1 1. عشان تقلل الديفليكشن انت محتاج تقلل دلتا 1 نوت سكوير صح؟ خباك دلتا 1 نود ملهاش علاقه بقطاع الضلع اللي انت بتحطه. ليها علاقه بالقوه اللي بيسببها. تمام؟ يبقى انت لو عايز تقلل الديفليكشن بتاعك لازم ايه؟ تعلي دلتا 1 نود. يبقى لازم الضلع الزياده اللي انت تحطه يدي قوه في اضلاع قد ما تقدر. في رسمه ان 1. فاكرين رسمه ان 1 سنه ثانيه؟ فاكرينها؟ رسمه ان 1 بتحط ضلع بتقطع ضلع اللي هو الزياده. وتحط قوة واحد مكانه وتحسب القوة في كل الأضلاع.
طالما ان القوة في الضلع ده انتشرت في التراس هيقل الديفليكشن جدا. ممكن تجربها بنفسك. لو الضلع ده القوة بتاعته ما انتشرتش مش هيفرق. هيبقى تقليل الديفليكشن ضعيف جدا جدا جدا. تمام؟ الحاجة الثانية بس يمكن تبان من المقام اكتر، لو المقام بقل الديفليكشن برضه هيقل. تمام؟ المقام يقل ازاي؟ ان الاريا بتاع الضلع اللي انت تحطه ده تكبر، ودي حاجه طبعا منطقيه زي التراس الاند ترمينال. يبقى عشان تقلل الديفليكشن في التراس الاند ترمينال لازم قطاعه يزيد، ولازم تاثيره على بقيه الاضلاع يبقى عالي. لازم القوه اللي اتحط فيه تنتشر في بقيه الاضلاع قد ما تقدر. يعني لو فضل القوه بتاعته في الباكيه بتاعته تاثيره ضعيف، لو اتنقلت الباكيه اللي جنبها واللي جنبها من الناحيه الثانيه تاثيره يعلى اكتر واكتر واكتر. ده بريسمت ان 1. ها اخر حاجه في الديفليكشن دي بقى حاجات ايه تبع المسابقه نفسها، ايه تاثير ديناميكيه الحمل وجساءه الوصلات وطول اضلاع الترخيم. دلوقتي لما هنيجي نحمل الحمل احنا هنحط الحمل مره واحده بس، هنبقى كده مثلا اربع تنفار شايلينه وهيريح حط راسه واحده واحده. لو اتحط مره واحده بين تاثير ديناميكي مباشر ممكن يعالج القوة مرتين او ثلاثه، طبعا ده ممكن يكسره. عشان احنا هنحمل الحمل ده ببطء فيعني التاثير الديناميكي الطم هيبقى قليل سواء كقوة او كديفليكشن. الوصلات زي ما اتكلمنا قبل كده مش هنجي، هي ايه؟ ريجيد. هل بتفرق معاك في الديفليكشن؟ اه بتقلله شويه، لان هو في الحقيقه فريم، في جزء فريم هتقلله بس مش مقدار كبير، يعني ايه؟ ما تحطش امل كبير عليه. اخر حاجه، هو الضلع لما انت بترسمه على الورقه 10 سم بيتنفس في الورقه 10 سم؟ اكيد لا طبعا، بيبقى في جزء من التاكل جوه الوصله. طب عشان تجيب نتائج دقيقة هل تحط الطول اللي على الورقة اللي هو طول النموذج ولا طول حقيقي؟ الصح ان انت تحط الطول الحقيقي. خلاص؟ يبقى انت تشوف هو بعد ما هتنفذه هيبقى في جزء منه قد ايه مش موجود. تمام؟ ويبقى ده الطول انت تدخله في قانون البيرش وورك بتاعك. الهدف من النهارده الانفوس لاين ما بتفرقش في الاندترمنت او الاندترمنت بس بتبقى قيمها اقل في الاندترمنت. جساء كاميرا التحميل بتفرق جدا في الانفوستاين لو كانت جاسئه. ممكن تستخدم انفوستاين عشان تحسب ديفليكشن. لو زودت قطاع الضلع بيقلل لك الديفليكشن سواء كان ديترمنت او انترمنت، ولكن في المحدد بيبقى التاثير على حسب قوه الضلع بس، لكن في غير محدد بيبقى حسب القوه اللي فيه والقوه اللي حواليه كمان. نشوف الاسئله. في أسئلة؟ مفيش أي أسئلة في أي حاجة؟ طيب ماشي، في ناس بتكتب. ماشي ماشي، اكتب اكتب. اللي عنده سؤال يكتبه في ورقة ويسلمه لحد من الفريق. أنا جاوبت على السؤال ده قبل كده بس نقوله، لماذا نلجأ لاستخدام الأضلاع الصفرية؟ عشان أقل طول الباكلينج. خلص. الأضلاع الصفرية أقل طول الباكلينج إن بلين في المستوى. ماشي؟ ومش للضلع نفسه، للضلع العمودي عليه. ماشي، في سؤال تاني. اخر نقطة في السلايد الأخيرة تاني. حاضر. في سؤال جد طيب؟
السؤال ده قديم شويه بس نقوله. بالنسبه للارش ازاي المنحني اضعف من ده المستقيم؟ ليه؟ ماشي دي الاجابه. انا هقول دلوقتي خلاص يعني ايه؟ قلت المره اللي فاتت بس. لان الضلع المقوس لما تتاثر عليه بقوه كومبريشن او تنشن هيتكون في ايه؟ مومنت. والسر قوه التراس ان ما فيهوش ايه؟ مومنت بس كده خلاص؟ طبعا انا بتكلم عن الضلع من الوصله للوصله. ماشي؟ مش كان كل حته واحده. كان سؤال بيقول انا خالي برنامج انستغرام في وصلاني مفيش مشكله يعني ولكل انواع لو عايزين. القوه بتطلع 2.9 × 10^17 يعني صفر. ايه الافضل مين سيستم وازاي بفضل مين سيستم عن التاني؟ واحنا كنا بنعمل ايه كل ده؟ اللي يكون لك اجهادات اقل بنفس الاطوال يبقى افضل. وزن الاختبار للكباري في كاتيجوري 2 هنحدده هننزله. طمن يعني هتعرفه. ان التحميل بقوه المعرفه الكليه مضبوط تاثير. ما مقدار القوه اللي هحمل بيها؟ واحد. لينفوسلاين قوه بواحد. ايه اول حاجه هبتدي بيها التصميم؟ ايه هي الخطوه الاولى؟ اكيد الماكسيمم دايجرام اول حاجه تبدا بيها. الماكسيمم دايجرام وازاي احط التقسيم ازاي هدرسه يعني هبتدي ماكسيمم دايجرام وعلى اساسه انت هتعرف فين القوه الكبيره والقوه الصغيره. طيب اخر سؤال بقى الحته دي تاني وركزوا معايا. تاني انا هحاول بشكل مبسط شويه. دلوقتي المعادله هي اللي هتقول لك ازاي الديفليكشن يزيد او يقل. معادله التراست ديترمنت بي سيجما ان سكوير ال على ايه؟ بي ثابته، ال ثابته، اي ثابته. يبقى يا اما ال ان يا اما ال ايه. دلوقتي التراست بتاعك لو عايز تقلل الديفليكشن بتاعه الديترمنت يبقى لازم تقلل ان، تقلل ان يعني تغير الشكل. خلاص؟ تقلل ان في التراست ديترمنت هتغير الشكل. بس ملاش اي احتمال تاني. او تزود الايه؟ انك تزود مقطع الضلع. خلاص؟ كل ضلع كل ما الضلع تبقى القوه فيه كبيره يبقى تاثيره عالي جدا. القوه كمان بتتربع سواء كانت شده او ضغط. للتراس اند ديترمنت بص على القانون اللي تحت. الدلتا بتساوي الدلتا ديترمنت ناقص دلتا 1 نوت سكوير على دلتا 1 1. يعني انت لو جبت نفس التراس ده ديترمنت وحسبت الديفليكشن اللي فيه وبعد كده قررت تضيف ضلع ومش عارف تضيفه فين. خلاص؟ الضلع اللي يديك اعلى تاثير اهو اخر حاجه انا كاتبها دلتا 1 سكوير على دلتا 1 1. كل ما القيمه دي تزيد يبقى تاثير الضلع ده عالي. طيب يبقى قدامك حل من الاثنين، يا تعلي دلتا 1 نوت يا اما تقلل دلتا 1 1. سواء دي او دي هتقلل لك الديفليكشن في التراست الاندترمنت. طب دلتا 1 نوت تتغير ازاي؟ بص على اول معادله. دلتا 1 نوت الحاجه الاساسيه اللي بتغيرها هي ان 1. الحاجه الاساسيه اللي بتغير دلتا 1 نوت هي ان 1. ليه؟ لان ان نوت ثابته والال ثابته والاي والاي هنفترض ان انت مش هتغيرهم لبقيه الاضلاع. انت بتتكلم في الضلع اللي انت عايز تضيفه. الضلع اللي انت عايز تضيفه ده لا هيغير لك ان 1 ولا ال ولا اي ولا اي. هيغير مين؟ ان 1. يبقى انت لو عايز الضلع ده يبقى تاثيره قوي جدا لازم ان 1 تبقى كبيره في اضلاع كتير. بضلع كتير حواليه. كل ما تنتشر في التراست يبقى تاثيرها عالي. خلاص؟ الحل البديل ان انت تقلل ان 1 1. طب بص على المعادله ان 1 1 مين اللي بيتحكم فيها؟ ال ال ما بتتغيرش. ال اي ما بتتغيرش. ان 1 او ال اي؟ ان 1 انت ممكن تتحكم في الاضلاع اللي حواليك يبقى برضه كل ما القوه في الضلع ده بتحط قوه فيه تنتشر في بقيه الاضلاع يبقى ده كويس. بس الحاجه بقى الاهم الاريا بتاعته. الاريا بتاعته كل ما الاريا بتاعته تزيد بتاع الضلع الزياده ده اللي هيحصل ان دلتا 1 1 هتقل وده اللي انت عايزه. خلاص؟ يبقى الضلع الزياده انت عندك تراست ديترمنت عايز تضلع زياده خليه انترمنت. هتراعي حاجتين قطاعه كل ما قطاع الضلع الزياده ده الضلع الزياده هيزيد هيساعدك. والحاجه الثانيه هي الاهم اللي مش هتكلفك كتير ان القوه اللي انت تحطها فيه
في الرسم N1 هتنتشر في أضلاع كتير. كل ما هتنتشر أكتر هتعلي دلتا 1-1 هتقلل لك الديفليكشن بشكل جبار فوق ما تتخيل. الفرق بين الكيت راسل والاكس راسل، لا ده سؤال عبقري على فكره. هو مين سأل السؤال ده؟ الكيت راسل والاكس راسل. طيب الفرق الاساسي بين الكيت راسل والاكس راسل ان الكيت راسل ديترمينت في الغالب والاكس راسل ان ديترمينت، تمام؟ الاثنين بيعملوا حاجه مهمه جدا، ان قوة الشير مع ديت الباتا دي بتتقسم عليهم واحد فيهم بيشيلها ضغط والتاني بيشيلها شد، تمام؟ ايه ميزه ده عن ده وميزه ده عن ده؟ يعني هو تقريبا في الكي وفي الاكس هتلاقي ان القوه في الاثنين يمكن قد بعض، مش هقول لك بالظبط بس يمكن قد بعض. هتلاقي ان في الاكس اقل شويه تمام، بس مش الفرق الكبير. الميزه في الكي ان طول اضلاع فيها اصغر فده يساعدك في الباتلنج. الاكس طول اضلاع فيها كبير فده يساعدك شويه، يعني حاجه وسط حاجه. الميزه في الاكس عن الكي ان الاكس انديترمنت والان ترمت عامة بيبقى ده احسن في الديفليكشن والى حد ما في الاستريس. الكي اقل شويه تمام. بس سؤال حلو ايه؟ امال ايه؟ تمام. طيب كده بقيت شفنا كل اسئله، مفيش اسئله ثانيه. جميل قوي. نبدأ ايه؟ نشوف لو في حاجات من الحاجات اللي فاتت. نلخص بس الموضوع الأول ونشوف على الأسئلة. أنت هتمشي إزاي؟ نبدأ الأول كاتيجوري 1. أنت هتاخد كراس، هتفرض، هترسم ماكسيم دايجرام زي ما عملنا النهاردة، وهتشوف فين تركيزات العزوم الكبيرة فين والشيل الكبير فين. وعلى أساسها هتحدد أنت محتاج فين تزود الإتش، محتاج فين تكبر القطاع، محتاج فين تحط كروست او كي، الدايجنال المهمه فين، وهكذا. بعد كده هتبدا تدرس الستريس في كل ضلع وتشوف مين الاضلاع الكويسه، مين الاضلاع اللي محتاجه تقل او تسيب، وهكذا. حددت القوه في الاضلاع، عملتها ديزاين، اتاكدت ان هي سيف. هتيجي بعد كده تعمل تشيك على الوصلات، شوف كل وصله محتاجه تغيير قد ايه، هل محتاجه لزق جانبي ولا لا، محتاجه طول بليت قد ايه، وهكذا. طبعا هتشوف كل وصله هتحتاجها دبل ولا سنجل بالنسبه للضلع لغايه الاخر. خلصت الكلام ده ما توقفش، ابدا اقترح حاجه ثانيه وعدل فيها، شوف هتحسنها ولا لا. ابدا حوله من ديترمنت لانديترمنت، وزي ما قلنا النهارده كده هتشوف هل الاجهادات بتاعتك هتفرق ولا لا. بالنسبه لكاتيجوري 2، كاتيجوري 2 يمكن مهمته اسهل شويه، ان هو هيحط القوه في النص بس طبعا هو هيتعب جدا في الديفليكشن. هيقترح نظام، هيشوف برضه القوه الكبيره فين، طبعا بتاع كاتيجوري 2 مش هيحتاج الماكسيموم دايجرام في حاجه، ان هو عارف الشكل عامل ازاي، وعارف فين الماكسيموم وفين المينيموم. حطيت شكل معين وحسبت الديفليكشن. تمام؟ جيت بعد كده هتبدا برضه تحط اضلاع زياده، تشوف هل الضلع الزياده ده مقابل التكلفه اللي اداها، الوزن اللي اداها، قلل لك الديفليكشن بنفس النسبه ولا لا. خلصت كل ده هتبدا تعمل ديزاين للوصله الثاني، وباكد في كاتيجوري 2 او كاتيجوري 1 لو حصل انهيار وصلات خرجت بره المسابقه. بالنسبه لكاتيجوري 2 بالذات لو التراس بتاعك ما شالش القوه اللي احنا هنقول لك عليها هو بره المسابقه. خلاص؟ احنا هنحط القوه بحيث ان هي تشوف، يعني نشوف مش انت استخدمت الخشب ازاي، انت ازاي قدرت تطوع المواد الثانيه. يعني اضمن ان انت لو عملت خشب بس هيقف، حاجه احنا المناظر. تمام؟ طيب استعين قد ما تقدر برنامج اللي اديهولك. البرنامج هو دلوقتي بيحسب لك قوه الاضلاع، الخطوه اللي جايه هيخليه كمان يحسب لك الانفوس لاينز بالثلاثه اللي احنا قلناهم، ويطلع لك الماكسيمم فاليوز. وانا عايز اشوف اقتراحات منكم، يعني عايز كل واحد يجرب البرنامج، لو بقول لها لو زدت دي تبقى احسن، لو عرضت دي بالشكل ده تبقى افضل. ماشي؟ حد بيسال حاجه؟ طيب بالنسبه لبعض الحاجات في قواعد المسابقه، اقرا كراسة الشروط كويس، اقرا كراسة الشروط كويس.
هتلاقي في راس الشروط في ابعاد اجباريه وابعاد برنش. البعد الاجباري هيبقى فيه تولرنس طبعا، يعني مثلا طول التراس الكامل او طول التراس من ركيزه لركيزه 45 سنتي، ممكن اسمح لك بتولرنس مثلا 2-3 مللي مش اكتر من كده. من الطرف للطرف 65 اجمالي، ماشي؟ اجمالي يعني ايه؟ يمكن دي التراسات اللي فاتت عارفينها. اجمالي يعني مش زي ما انت بترسمه على الورقه، يعني دلوقتي تراس زي ده مثلا، يعني لو طوله من الطرف للطرف 65 سنتي، لما يتنفس في الواقع هيبقى 65 سنتي؟ لا طبعا، هيبقى اكتر من كده، ممكن يوصل ل 68. ليه؟ عشان ده سنتر لاين، في سمك ضلع بعد كده، فراعي الحته دي وانت بتشتغل، ماشي؟ كذلك الارتفاع، الارتفاع بتاعك اظن كان من 12 ل 16. لو انت عملت 16 بالظبط اضمن ان انت لما تنفذه هيوصل 18 او على الاقل 17، لان في سمك طالع فوق وتحت. فلما تعمل السنتر لاينز راعي ان في جزء زياده هيتحط. خلاص خلي بالك من الحته دي، السنه اللي فاتت في فرق استبعدت عشان الجزئيه دي بالذات. تمام؟ طبعا هنوريك حاجات احنا عملناها في التحميل عشان تعرف انت مقبل على ايه قبل ما تبدا تنفذ اخر تراس. التراس المبدئي سواء اللي هتعمل في كاتيجوري 1 او كاتيجوري 2 الهدف منه ان انت تعمل اختبار للتراس بتاعك، مش هيتقيم بس اللي بيعمله بيستفيد، اساله فرق السنه اللي فاتت. لما تيجي تعمل التراس انت هتعمله وش واحد مش وشين زي نهائيا. مشكلته في حاجتين، اولا ان هو مش هيقف لوحده فانت هتضطر تسنده. مشكلته الثانية ان شاء الله باشمهندس خالد هيتكلم عليها في المحاضرة اللي جاية، الاستابيليتي بتاعته. التراس الواحد ده الباتلنج بتاعه اوت اوف بلاي مش ممسوك. فلما تيجي انت تحمله انت بايدك هتمسك النقط. فاهم؟ لما انت هتيجي تعمل النهائي انت لما تحط التراس البريسك في التراس هو هيمسكه. خلاص؟ اظن كان في فيديو معانا السنة اللي فاتت كان احد حاجات التحميل المبدئية معانا دلوقتي. مش عارف لو عرفنا نجيبه في المحاضرة الجاية نوريه، كان تراس اتحمل تراس وش واحد وصورناه من فوق، ممكن نوريكم الاوت اوف بلين باتلنج حصل ازاي، فعلا الابر بورد كله اتنى ثانية واحدة. خلاص عرفت نجيبه دلوقتي هنعرضه عليك. ماشي؟ راعي كل النقط دي برضه، وفي مشاكل ثانية ايه؟ هنبقى لكم على مدار المسابقة. في أي أسئلة؟ دي آخر محاضرة ليا على فكرة. أنا هبقى موجود بس داخل محاضرة. في أي أسئلة؟ ماشي شكرا. مش راح تتقفل من يوسف.